شط الهوى رحنا اسكندرية رمانا الهوى شط اسكندرية يا شط الهوى رحنا اسكندرية رمانا الهوى يا دنيا هدية وليالي رضية أحملها بعيني أهلا 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 سيدي الكل الحمد لله على السلامة الله يسلمك يا حودة وحشتوني أنت أكتر ترابيزتك محجوزة زي كل سنة حتى وأنت مسافرة اتفضلي ميرسي اتفضلي يا ولع هي وشيشك أهلا وسهلا ست سارة شلونك سهيل شاكو ماكو ماكو شيء جديد سلامتك الحمد لله على السلامة لولا أني بعرف أنك بتحبي تقعدي لحالك كنت عزمتك بعد هالغيبة بعرفك بخيل يا ولع الشيشة دقيقة والشيشة هتكون بين إيديك يا ست سارة بقول لك يا سبورة هي مين الست اللي بيجروا عليها دي؟ الست الجامدة أوي دي؟ دي الست سارة لا يا راجل أنا بحسبها خالد لا مش خالد سارة مين سارة يعني؟ لو عايز تعرف مين سارة يبقى لازم تكون عارف عم دمنهوري عارف عم دمنهوري؟ آه اسأل عم دمنهوري عشان هو أكتر واحد عارف كل حاجة عن كل الناس اللي في البلد دي طب أنا أسأل عم دمنهوري ليه؟ وأنا صغير سمعت إنك مشهورة هنا بس واضح إن أنا الوحيد اللي مش عارفة بصراحة سارة ستيفان سارة ستيفان روستي؟ وأنا طولي يكون أبويا الله يرحمه كان دمه خفيف قوي سارة ستيفان بس بزنس وومن طب هو يا ترى إيه نوع البزنس اللي أنت ممكن تعمليه مع شوية المعفنين دول؟ مصري ها؟ عرفت منين؟ من سفالتي ها؟ من لهجتك يا فالح لا بجد يعني واحدة في نظافتك وشياكتك هتعمل ايه مع شوية الرعاة دول؟ ممكن تسيبني اكمل؟ اه اتفضل انا بزنس وومن الصبح وبالليل رقاصة؟ لا انت مش معقول وانت تجنني لا بجد بقى انا بالليل نائب مدير منظمة حقوق المهاجرين العرب في الدول الاوروبية دي ايه المنظمة دي اول مرة اسمع عنها اكيد اول مرة تسمع عنها مادام ما تعرفش سارة ستيفان يبقى اول مرة تسمع عن المنظمة دي لا دي فرصة سهلة جدا جدا اشمعنى انا اشمعنى انا بالذات يا باشا يعني اللي بيشتغلوا في الكاميرا كتير ومين قالك ان احنا ما دورناش وعموما انت عندك حق بس مش كل اللي شغالين في الشركات محترمين انا مش محتاج اقولك ان مفيش مخلوق يعرف انك كنت هنا حتى لو كان اقرب الناس ليك انت لقيت ولا الحوار ده حصل من اساسه هي الحواديت بتاعت الجواسيس اللي بنشوفها في الافلام العربي بتبقى بجد هم ليه ده احنا ياما علمنا عليهم طب ومعقوله يعني احنا علمنا عليهم وهم ما علموش علينا خالص لا هم برضو مسكوا ناس مننا عندهم اصل الحرب دي سجال طب واللي بيمسكوهم دول بيعملوا فيهم ايه بيعدموهم ومين سارة اللي سالم فضل لازق لها طول الليل امبارح في القهوة دي يا فندم؟ من وجهة نظر سالم سارة دي بالنسبة له تعتبر منجم ذهب لو قدر يجندها للموساد. ليه هي بتشتغل يا فندم؟ هي بتشتغل شغلانتين. الشغلانة الأولانية استيراد وتصدير إلكترونيات وده بيزنس لا يهم سالم
ولا يهم الموساد. اللي يهم سالم في حدوتة سارة دي كلها المنظمة اللي بتشرف عليها وبترعى شؤون العرب المهاجرين في اليونان، وبحكم إشرافها عليها أكيد عندها ملف كامل لكل واحد من اللي بتتعامل معاه. وبدل ما سالم يقعد يتعرف على كل واحد عشان يعرف حكايته إيه وتاريخه ومين ينفع ومين ما ينفعش، كده يبقى عندهم فايلات لكل العرب، يقعدوا هما يختاروا بقى بمزاجهم مين يجندوه. بالظبط كده. أيوة مين؟ تمام، ابعته. عمر وصل وطلب يقابلني. طب استاذن سيادتك فندم. تمام، خلي عينيكم على سالم وكلف حد من رجالتنا يجمع معلومات وافيه واكتر عن ساره وحطوها تحت المراقبه. مش عايزين نسيب حاجه للمفاجآت. بالتاكيد يا فندم، بعد اذن سيادتك. اتفضل. ادخل يا عمر. صباح الخير سعادتك. صباح الخير يا عمر. اقعد. شكلك ما نمتش. مالك؟ لا انا تمام سعادتك. تشرب قهوة؟ نشوف سعادتك. ابعت لنا 2 قهوة على الريحة. مش كده؟ تمام سعادتك، ذاكرة حضرتك ما شاء الله يعني. طمني عليك. أهو ماشي الحمد لله، ربنا كريم. ربنا يوسعها عليك. وسعادتك عامل إيه يا فندم؟ أنا كمان شغال. ربنا كريم يا عمر. ونعم بالله يا فندم. قولي بقى، ما نمتش ليه؟ في الموضوع اللي حضرتك كنت يعني قلت لي عليه اخر مره لما اتقابلنا. هو ده اللي ما نايمكش؟ ما احنا اتكلمنا فيه. انت حر؟ ما عشان كده يا فندم انا جاي اعتذر لحضرتك عن الموضوع اللي قلت لي عليه.